اليوم بسوي خلطة أو المجموعة اللي المعتادة أسويها كل مرة. سوينا أول مرة ما شاء الله 500 ورشة من هذولي الأمهات نستولة ونزلناها ولا إله إلا الله، يعني ما أمداني جاري يقولوا لي سولد أوت يبا. فقلت لهم يبا هذه ما تستوي على طول، يعني هي مو أزاودها، لازم تستوي وتظل لها خمرة والريحة لها المسكي والعنبرة ودهني ورد ودهني عود. فنخلطهم بنسب معينة ويتخمرون بطريقة معينة. منين خذيت هالطريقة يا سليمان؟ ها أنا عمري الحين فوق 60، نحمد الله ونشكره، من يوم احنا صغار أهلنا متعودين على هالسالفة، يعملون البخور ويعملون الطيب. وبحكم شغلي مع الأسر الكبيرة وأسر الحكام والشيوخ الله يسلمهم والناس اللي يعني الطبقة المخملية أشم ويبوني من الهدايا والعطور، فدائما أبحث عن أطيب ما كان، أطيب العود، أطيب الورد، أطيب المسج، أطيب العنبر. من هذه الأشياء كونت الفكرة أني أخلط خلطتي أنا اللي فيها من هالروايح اللي شميتها كلها. شنو أجمل روايح السماء اللي شميتها؟ ماني ذاكر لسامي اللي راح والله يرحمهم، من كبار الحكام والشيوخ كانوا يسوون مجاميعهم ويسوونهم لهم ناس مخصوصين اللي تطيبوا فيهم ومشوا. لا إله إلا الله، يضي المكان كله. شلون يضي المكان؟ هذا السر. شلون تطلع الريحة وتصير طيارة ونفاتة؟ هني الشطارة في الخلاط، هني كثر تستخدم من المسج الطبيعي ومن العنبر الطبيعي، عنبر العود والمسج مال الغزال، اللي هذه سبحان الله الله عطاها هذه المخلوقات ومنها أخذها الإنسان واستخدمها عشان يطلع هالمادة الطيارة اللي تنثر هذا العطر على الكل والجميع. شكثر تحط ليزاد المسج خفقت، ليزاد العنبر خفقت، ولي قلوا صارت ما لها رايحة طيارة. هني عاد الذكاوة، وكل من يوم خلط لو كل من يوم نجر ما ظل بالوادي شير. الحين بوريكم شلون بخلط وبوازن شغلي كله من غير ما أنا أقول اللهم يعني ارزقني وارزق مني وارزق ربعي كلهم اللي خلطون كلهم ما عليهم كسور يسوون، لكن أنا القصر خلطتها غير. بتشوفون هذا المسج يجي في كيسة اللي هي من الغزال، في مسك الفارة، في مسك الغزال، في عنبر، مو عنبر، في زباد طلعونا من قطة الزباد، هذا بعد انقطع موجود. عشان نجيب هالقطعة الصغيرة أول كنا نوصي صاحب العطور يجيبها لنا ويتكلف يعني مبلغ بسيط، الآن الجرام منها أغلى من الذهب. هذا بطن المسج اللي تحتها سبحان الله ذكر من الغزلان، نوع من الغزلان مو أي نوع، حتى يعني ما هو موجود ذيك الكثرة، عشان كذي السعر كثر وايد غالي. يصيد بنادم عشان ياخذ هذه الرائحة منه يلقاها في الغدة اللي فيه، عشان هذه البهيمة سبحان الله طلع هذه الريحة عشان يجذب يمه الأنثى عشان يتكاثرون، هذه يعني طريقتهم للتكاثر، مثل بنادم عشان يتعطر ويجذب الناس اللي يمه بعطر الجذاب، هذا نفس الشيء. فاحنا بنادم اخذ هذه الريحة اللي هي مو مستحبة، ريحة قوية ونفاثة، يضيفها إلى العطورات الجميلة عشان يخليها نفاثة، يخلي الريحة هذه لما يمر في مكان الناس تشم ريحة جميلة. عشان كذي أقول لكم لا يلزم يوضع بمقدار معين، ما يزيد ولا ينقص، إذا زاد خرب الطيب وإذا نقص ما منه فايدة. شوفوا شلون أنا أحاول أطلع كل جزء فيها. بعض الناس كانوا بالأولين كنت ألقاها في 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 بالطيب موجودة، يعني بقرشة الطيب مالت المجموعة اللي طلعوا منها. أنا لأني عاصرت وايد من، وهذا كانت أغلب يشتغلون فيها النساء بحريم التجار وعندهم ناس تحتهم تشتغلهم أو الشيوخ الله يطول أعمارهم ويحافظهم، فهذه صنعتهم يعرفون لها، يعرفون شلون يستخدمونها، ومو كل واحد يعرف لها. مثل الطبخة يعني كل واحد عنده دي اي وعيش يقدر يسوي مجموس دي اي، لكن كل واحد عنده مسج وعنبر وعود يقدر يسوي الطيب؟ لا، كان ما حدش غلب. الحين خلصنا من المسج، فتشينا اسرار المسج او شو يسمونه احمد بك النساء، سكه المسج على قولتهم، بس ان هذا طبيعي وجزء من جسمنا على جسمتين على حسب الاحجام اللي عندنا. هذه بالعنبره، عنبر الحوت يسمونها العنبره الزرقاء،
توضع في المعاميل بالنسبة أنواع البخور، أطيب أنواع البخور اللي هو المعمول، وتوضع بالطيب. عندنا طبعا العنبر السائل اللي هو موجود، لكن هذه هي تضفي نكهة الطيب العربي عليه، وناخذها بكمية هم مقدار معين عشان مقدار معين نسوي، ما نحط أي كمية من العنبر نحطها، ولا ناخذ أي عنبر إذا إحنا ما نعرف. ترى في ناس يبيعونكم أي شيء صخر، يمكن أي شيء. هذه العنبرة شلون تصير ببطن الحوت؟ الله العالم، حسب معرفتي يقولون أنها نوع من الشجر يأخذ الحوت ويأكله ويغلف جسمه تاليزوعها أو يرفضها، والناس تلقونها يلقونها البحرية، ناس يقولون لا يعني الحوت ساعات ينفق ويطلعونها من بطنه. يعني معرفتي فيها بسيطة، بحثوا وشوفوا. عنبرة الحوت أو العنبرة الزرقاء نأخذها نسحنها كذي نعيمه عشان تنخلط مع المسج. هذا المسج، وتالي وين تنحط؟ تنحط في المجموعة. هذا العنبر والمسج جاهز. ابتدي، ايش تبتدي فيه يبا؟ نبتدي اول شيء باللي اخف، الورد. ايش كثر تحط ورد؟ هتكل منه مقداره. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذه حطيت الحين تقريبا ثلث كمية الورد. ليش يبا؟ بتشوفون ليش. هذه كم خلطة بخلطة اختربت اذا ما تعرف القياس. لازم القياس يصير بالوفا والتمام. لا اله الا الله محمد رسول الله. تأكد انه ذاب عدل. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش ما نزلت الورد قبل؟ لا، اول العود. لا اله الا الله محمد رسول الله، تبارك منه باسمه سبحانه الواحد القهار. لا اله الا الله محمد رسول الله. عندنا العنبر، العنبر تعبنا على ما حصلنا العنبر الزين. السنة العنبر كلش منقطع، مو بس عندنا، عندنا بالخليج كله ندور مكان لمكان لين حصلنا. عندنا العنبر حين صب علينا واسي. اللهم صل على محمد. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوني مرات اخلط في دهن عود كمبودي، مرات في دهن عود هذا مال الهندي، مرات في كل مرة على حسب، على حسب المتوفر وعلى حسب شي ناسب. يبا اكو شيء تخلطه لازم نجرب قبل ما نخلطه، نجرب. يرهم ويا ساعة العود وايد قوي يبي له ورد هم قوي، ساعة العود يصير يعني خفيف شوية مو قوي وايد، ما اللي حطت ويا ورد وايد قوي كلا طلع بريحة الورد بروحه. العنبر لازم توازنهم، واللي وازن الكل المسج، والعنبر اللي هو العنبر الحوت. هذا الورد، وردنا نفس الشيء، أخذنا الورد الدرجة الأولى، القطفة الأولى ترك. يقولوا لي دار معاريس، أي معاريس أزود. ليتكم وياي وتشمون الخمرة شون عجيبة، وشوفونها شون دلخة. شنو هي الخمرة؟ اللي هي الطيب اللي استوى قبل سنة ونص تقريبا، أو سنة ونص تقريبا، فلازم نشيل منه عشان نشتغل منه حق السنة اللي عقبها. هذا اللي تعلمناه من الكبار الله يرحمهم، سواء من جداتنا ولا من الشيوخ الله يسلم ويعطيهم الصحة والعافية، من كبار القوم. شو اللي زين العروس بعيونها؟ الكحل. فانت تكحله بهذه الخمرة عشان تعطي النكهة اللي انت تبيها. بسم الله الله أكبر. أي لا، انظر آخر شيء لازم ينزل كله. قالي شو استوت؟ ما علينا، ناخذها نصكها عدل ونحطها في مكان لازم ما يكون في تضرب عليه شمس، او يكون مكان معتمد. وانا اقى احسن شيء للتجوري، تنصك اللف عدل وتحط التجوري، ما تنفتح الحين وكل ساعه بشم بشم، لا تظل مكانها مختمره. تاخذ لها مدتها المعينه، ايش كثر يعني مدتها؟ على حسب الخلطه، بس مو اقل من 40 يوم واكثر. لا إله إلا الله. شو باجي المسج هذا شان ينزل فيها؟ لأن السنة اللي عقب هالمجبلة هم نفس الشيء، راح نشيل من هذولي من الخمرة ونسوي عليها مرة ثانية عشان، وكل سنة شوف الطيب يصير أقوى ويصير ريحته نفاته أكثر، لأن كل ما تعتق الطيب طلعت ريحته، كل ما عتق زان العود. ليش يقولون لا تشتري هذا عود قديم هذا عود قديم؟ لأن تزين الريحة.
يخف نسبة الرطوبة منه تروح بتاتا وتظل نسبة بس الدهن الخنين اللي هو الناس تعطر فيه. وسلامة عمركم إن شاء الله هذه القصار 2 تنزل قريبا لأن عاد تختمر وتستوي. أمناكم الله.